حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. مثل هذه المحاور والكثير من المحاور والدلالات والمعالم التي ذكرت في تصريحات ولي العهد نناقشها في حلقتنا لهذه الليلة. يستمر معنا هنا في الاستوديو الأستاذ سليمان بن عبد العزيز العقيلي الكاتب الصحفي السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ سليمان. إذا ما انتقلنا إلى محور التطرف والحرب على الإرهاب، كل قادة العالم اليوم يحاربون التطرف والإرهاب. الملفت في حديث ولي العهد اليوم أنه يقول أننا نرفض التطرف والتطرف المقابل، نرفض الإرهاب والإرهاب الذي يقابله ويؤججه ويصب النار على الزيت. كيف تقرأ مثل هذه السياسة في محاربة التطرف والانحلال؟ في الواقع أنه مع التزام صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في عام 2017 بالضرب بيد من حديد على المتطرفين والإرهابيين، وجدنا وكما قال في خطابه أنه الآن أصبحت العمليات الإرهابية توصلت إلى ما يقارب الصفر لولا عمليات فردية محدودة لم تخلف ضحايا. هذا الإنجاز جاء بعد هيكلة قطاعات الأمن، بعد هيكلة للخطاب السياسي، بعد تجديد في الخطاب الديني، بعد ما إعادة هيكلة الثقافة السعودية. أصبحت أولا الثقافة السعودية ما كان فيها سياحة، ما كان فيها سينما، ما كان الرياضة السعودية كانت ممارسة نخبوية. اليوم طبعا الرؤية يعني الرؤية هدفت من ضمن أهدافها إلى إدماج المواطنين السعوديين في الممارسة الرياضية لمكافحة الأمراض بالدرجة الأولى.